إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا الختام. إذا اعتقدت ما جاء في هذه الأبيات يا صاحي، يحتمل أنه أصله يا صاحبي ورخم، يسمونه الترخيم، حذف آخر المنادى، ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة، فهذه يسمونها الترخيم، حذف آخر الاسم. أو أن الأصل يا صاحي من الصحوة، حذف الياء كذلك من أجل الترخيم، تخفيف على المستمع. فإذا عملت بما ذكره الناظم في هذه الأبيات واعتقدت ما جاء فيها فأنت على الجادة الصحيحة والمسلك الصحيح، ومن خالف ما جاء فيها فإنه يكون من المخالفين على حسب مخالفته. وليس ذلك لأجل الناظم أو منظومته، وإنما من أجل أن هذه المنظومة مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم، ما هو مدح لمنظومته، وإنما هو مدح لما تشتمل عليه من معاني الكتاب والسنة. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر، يعني كل حياتك، أما أنك تعتقد في فترة ثم تترك وتهمل، هذا لا ينفعك شيئا، لا بد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها. أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها هذا يهلك، الهالكين. فأنت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح، لأنك على منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الناجية، سميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة، لذلك سموا بالفرقة الناجية. وسموا أهل السنة لأنهم يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعون ولا يختلفون، فمن سمات أهل الحق الاجتماع، ومن سمات أهل الباطل الافتراق والاختلاف. نعم.